يا شباب هنرجع نكمل تاني بقى إن شاء الله عشان الوقت. تمام يا دكتور. هنكمل يا جماعة الجزئية اللي كنا بنتكلم فيها، إن إحنا قلنا في جزئية اللي هو إزاي نعمل أنالايز للميديكال تيرمز، وقلنا دي حاجة مهمة جدا ودايما أسئلة ولازم أبقى عارفها علشان أنا أطلع بفاهم يعني إيه المصطلح الطبي. هاجي اقول لك سؤال انالايز اوف ميديكال تيرمز وادي لك كلمات. ان احنا بنعمل انالايز بنحلل الكلمه لاصولها اللي هو الروت والبريفكس والسفكس والكومبايننج فورمز او فاولينس. مثال قدامي والاجابه بتتعمل في جدول زي كده نيورولوجي، جايب لك مثال انالايز ذا ميديكال تيرم نيورولوجي. نيورو زي ما احنا شايفين اول جزء ده يمثل الروتس، المينينج بتاعه نيرف وهو ده المعنى الاساسي للروت نيور. انا لو خدت كلمه نيور كده مصطلح مش هفهم هي عباره عن ايه، ولكن هي ليها معنى اسمها نيرف. نيجي للسفكس اللي هو كلمه لوجي. لوجي تعني في suffix تعني study of تعني دراسة نقط، والاو هنا اللي هو الكومبايننج فاول او الكومبايننج فورم. فلما بشوف مصطلح على بعض اقول نيورولوجي يعني علم دراسة العصب او الاعصاب. وعلى هذا الغرار تأتينا كلمات كتيرة هنشوفها وهنعيش فيها في الجدول بمسميات ونعرف البريفكس والسفكس. مثال تاني اقول لك analyze لكلمه gastro enterites. gaster تعني اللي هو الروت تعني stomach، و الكلمه دي فيها اتنين روت انها واخده two organs. الروت التاني اللي هو الانتر اللي هو يعني intestines يعني الامعاء، و حرف الاو اللي هو بنقول كومبايننج فورم. طبعا ده ملوش معنى لكن هو رابط ما بين الروت والسفكس. هنا الكلمه دي لا مصطفى انا مش فاهم، انا مش فاهم المنطقه دي تاني بس معلش. طب خليك اركز مع مصطفى، زمالك محسين اول مره يخشوا زوم يعني المفروض التكنولوجيا ده انتوا المفروض تتعلمون التكنولوجيا. هو مش انا والله يا دكتور، بس هو طب مش عارف ماله. هنرجع تاني نجيب الاول جدول. قلنا الجزء اللي هو المهم ده لازم ابقى عارفه عشان بعد كده الكلمات هتجيني بعد كده. شفت يا مصطفى؟ مش قلت لك يا مصطفى التعليق على الجروب بتاع الهيستولوجي اللي فيه تانيه واولى برنامج هنتهري تعليقات من الصبح يا جماعه، واحنا المحاضره بدات المحاضره ما بداتش، فارجوكم الجروب بتاع مصطلحات خليكم التعليقات وكل ما يخش اللينك على مصطلحات. الناس اللي هي مستكتره تخش في جروب اثنين ارجوكم خلي كل واحده لوحدها، وبعد كده احنا مش هنحتاج قلت لهم مش هنحتاجها الا للضروره، بعد كده تبقى تمام يا دكتور. الا باذن الله. احنا داخلين على شهر كريم، وارد ان السفر، وارد الفطار، وارد عايز افطر في البيت، وارد اي حاجه، وارد التعب في الصيام. ممكن يبقى في محاضره او اثنين في الاواخر كده تبقى في الشهر هذا الكريم تبقى اونلاين، بس الايه الاصل ان شاء الله تبقى في الكليه. وطبعا في الكليه بيبقى افضل فيس تو فيس برضه افضل شويه. اللي انا بتكلم فيها مصطفى وبتكلم فيه لكل اولادنا ان انا عندي دلوقتي ازاي احلل الميديكال تيرمز او كلمه المصطلح الطبي. تحليلها بيتم ان انا هرجعها للعناصر الاوليه اللي احنا قلنا فيهم اللي هم الاربعه بارت اللي هو بريفكس والسفكس والروت اللي هو اساس المعنى، والحرف اللي هو بنقول عليه كومبايننج فورم او فاول اللي هو الرابط ما بين الروت مع السفكس بالاخص. فبدينا مثال نيورولوجي. لما جيت اعمل بعمل جدول زي كده بكتب البارت الجزء، العمود الثاني النوع، العمود الثالث المينينج اللي هو المعنى. اول رو بقول كلمه نيور تعني نوعها ايه؟ روت، تعني روت معناها نوع روت معناها نيرف عصب.
لو جي تعني خلاص او نوع ايه؟ suffix اللي هو الجزء الاخير في الكلمه، تعني ايه؟ study of، دراسه او كذا. الاو اللي احنا قلنا الحرف الرابط، لما اجي ارجع للكلمه كده اقول نيو او لو جي، علم دراسه الاعصاب، هيبقى ايه؟ علم او study of نيرف، دراسه الاعصاب. خدنا مثال تاني لكلمه معقده شويه فيها جزئين، فيها تو اورجانز، الاورجان الاول اللي هو جاي من كلمه جاستر، والاورجان الثاني جاي من كلمه انترو او انتر. جاستر كبارت هو روت يعني ستومك، في روت ثانيه في كلمه في انتر برضه روت وتعني انتستن يعني الامعاء. طيب الكلمه هنا هيبقى فيها اثنين سفكس، هو بيبقى سفكس واحد في نهايه كل الكلمه في الاخر، والاو هو رابط ما بين الروت الاول والروت الثاني يا جماعه. فلما اقول جاسترو انترايتس، اي تي اي تي اس اللي دي بتبقى عباره عن سفكس يجي في نهايه اي كلمه، تعني معناه يا جماعه انفلاميشن، التهاب. اقول خلاص يا رب ان شاء الله، حتى هنقول ايه مصطلح، اقول الجن الازرق واحط له ايتس يبقى الجن الازرق التهاب. اي كلمه احط لها في النهايه يا جماعه ايتس معناها ايه؟ التهاب. عبد الرحمن، يا دكتور لو سمحت ينفع الكلمه يبقى فيها نعم، يعني حضرتك قلت ان الكونفينينت فورم بيربط عادي بين اثنين روت. انا اديت مثال اول ما بين روت وسفكس، ومثال لكلمه ثانيه فيها تو اورجانز، فلما تلاقي فيها تو اورجانز او فيها اثنين روت يبقى اربط الكومبايننج، يربط ما بين اثنين روت. تمام يا دكتور، شكرا لحضرتك. نيجي بعد كده نكمل يا جماعه. يبقى انا كده خلاص، والسفكس اللي هو بينتهي بالاي تي اس يعني انفلامش. دي مثال تاني يا جماعه اللي احنا بنقول هنا. هنا بنقول هنا بقى خلاص احنا كده خدنا ازاي كلمه انالايز، وادينا مثال لكلمه بسيطه فيها اورجان واحد، ومثال لكلمه مركبه من تو اورجانز، التهاب المعده والامعاء. جاسترو يبقى ده ستومك. الاو كومبايننج فاول، لا ده لسه في روت تاني انتر اللي هو الانتستين، وانتهي بسفكس اصبح كده معناه التهاب المعده والامعاء. في عندي جايد بقول عليه جايد، يعني بيبقى مرشد لبعض الكلمات. الجايد ده اقصد بيه ده بيستخدم في النطق اكتر منه في الكتابه. ان انا مثلا لو عندي بعض الحروف زي السي او الجي، في بعض الكلمات ساعات بتيجي بتتنطق سوفت زي ما بقاش فيها ج، لا ممكن اقول جي، لكن ما في بعض الكلمات تيجي قويه اقول ايه؟ انطق اللي هو حرف الجي انطقه جي زي الجيم. حرف السي بدل ما يتنطق سي يتنطق كي، بنقول عليه هارد ساوند وسوفت ساوند. في بعض الليترز في بعض الكلمات بتدي سوفت ساوند لما يسبق هذه الحروف اللي هو السي او الجي حرف الاي او الاي او الواي، تتنطق بصوره سوفت، تتنطق بصوره سوفت. بمعنى ايه؟ مثال سيريبرال، هنا السي جايه في الاول وبعديها اي، انا بقول بفور بس انا ما فيش عندي بفور، بس هي السي هنا اعقابها حرف الاي اتعملت كانه بيجي ايه بفور. برضو لو انا شفت كلمه جينجيفايتس، شوف كده جي بعديها الاي، جينجيفايتس اللي هو التهاب اللثه، فطلع بصوت سوفت. نفس الحروف الجي والسي تتنطق هارد ساوند لو ما كانش فيه الحروف دي في الجملة خالص من أساسه اللي هو
الحرف الاي او الاي او الواي. فمثلا هنا بقول كا كا كاردياك يعني قلبي. جاز شوف هنا النوت نفسه هارش ساوند يعني او هارد ساوند صوت ايه بدل اللي هو الايه بصوت قوي كي او الجيم هناك سي او جي او جي او جل هنا بنقول عليه سوفت ساوند. ده في لما اجي عشان باجيش انطق بعد كده مع في مجال طب وفي وسط زمايلي واجي اقول لهم ايه اقول لهم إيه؟ كريبرال هيضحك عليك جدا ولا اقول ايه جانجفايتس صعبه شويه خلاص إيه. انما مثلا ما اجيش اقول له اقول إيه؟ سارديك لا يبقى انت بتنطق غلط. اقول ايه جيستريك لا ما انت سوفت بتكسر. ماشي يا جماعه كله معايا يا شباب؟ مع حضرتك يا دكتور. انا كل مره بعلى شويه في الماده العلميه يعني الاول خدنا تصور ومفهوم كلمه ميديكال ترمينولوجي عرفناها وطلعنا منها النقطه اللي انا هبقى اذكرها واركز عليها في اول صفحه. جينا الصفحه اللي بعديها طلعنا ما هي مكونات الاربعه اجزاء اللي بتمثل الميديكال تيرمز وخدنا كل مكون وقلنا ايه اللي فيه زي قلنا السفكس اعرف تعريفه يعني ايه الروت يعني ايه البريفكس يعني ايه وكومباين فاول ما طلبتش اكتر من كده. بعد كده بدانا نعلى شويه ان احنا نتكلم على ازاي اعمل انالايز للمصطلح الكلمه الطبيه واذا خدنا مثال نورولوجي كلمه وحيده اورجان اللي هو النيرف وكلمه مركبه من اثنين روتس اللي هو الجاست والانتر جاسترو انترايتس وضفنا السفكس في الاخر وقلنا عباره عن التهاب معده. بعد كده علينا شويه في ان احنا بعض الكلمات بيبقى فيها حروف السي والجي لو فيها الاي او الاي دايما بتبقى موجوده عندي في هذه الكلمات تبقى موجوده جمله بعد حرف السي او حرف السي او جي بتنطق بصوره سوفت مش موجوده بتنطق بصوره اللي هو الايه الجي او الحرف اللي هو ايه كاردياك وهكذا. بعد كده ننتقل حته اعلى شويه في بعض الميديكال ووردز بعض الكلمات المصطلحات الطبيه هذه الكلمات زي ما خدنا كده اقول لك الايه الافعال الشاذه لو تفتكروا اللي احنا خدناها مثلا في الانجليزي او خدتوها في ثانوي او خدناها ليه ان في بعض التصرفات الشاذه لبعض الكلمات نفس الكلام هنا عندنا ودي برضو في البرونونسنج برونونسنج يعني اللي هو النطق او الاعلان للكلمه. مثلا هدي شايفين الجدول قصادنا هنا في بعض الحروف ما بتنطقش خالص نوت برونونس بتيجي بعض الكلمات بمعنى ايه؟ اللتر البي لو بيجي وراه التي او يجي وراه الاس او يجي وراه الان زي مثلا حروف الجي يجي وراه الان الام يجي وراه الان بلغي الحرف الاول تماما في النطق. بلغي الحرف الاول مثلا لتر بي تي ما تنطقش بت لا ما اقولش كلمه بتروجويد يعني التهاب في الثايرويد جلاند. بتنطق يا جماعه تنطق ساوند تي تنطق تريجويد. هنا مثلا البي اس تنطق سو راسيس سو راسيس. البي ما هو شو اللي مش اللي بو سو راس لا اقول بتروجويد لا نيمو ميتر انا ما نطقتش البي اصبح البي هنا ساوند ما فيش بي خالص بتنطق ان. هنا بقول هنا خلاص كلمه اللي بنسى كلمه جا ما اقولش جانيسيس لا بقول ايه نياسيس او نياستس اصبح كده الان هي اللي بتنطق والجي تلغى. هنا اللي هو بنقول عليها هنا بنقول الان هو اللي بنطق نيمو مونيك. كل دي مصطلحات لالتهابات في غدد موجوده في الاعضاء زي ما احنا شايفين البرونسيشن بتاعنا تريجويد وما شابك لحد الاخر. ده طريقه النطق يا جماعه مش الكلمه تكتب باللغه الانجليزيه. الكولم الاخير اللي هو برونسيشن يعني ايه طريقه النطق بتاعها لهذه الكلمات اللي هي تبدا بحرف البي تي او الحرف البي اس او البي ان او الجي ان دي كلها ايه زي احنا ماشيين كده زي كلمه الافعال الشاذه.
طيب بعض الكلمات برضو احنا لسه بنتكلم، دخلنا في جزئيه برضو عشان الناس اللي هي ما تشرطش معانا. بدانا بالافعال الشاذه بحلم كلمه ان الحرف الاول لا ينطق، برضو مكملين ان انا برضو عندي هنا بعض الكلمات اللي هي فيها بنقول عليها فال سندروم، يعني فيها ايه او اي او اي اي او دبل اي. هنا الاو اي والاي بتنطق، الاثنين ينطقوا كاني بنطق اثنين اي ورا بعض. يعني بعمل يا جماعه بعمل مثال زي هيما، هنا الاي ما اتنطقتش اصلا، قلت هي هيما هيماتولوجي. هنا نفس الكلام، كان الجي كانها حصل لها دبليكيشن في الاخر بعد الجي دبل اي، بقول روج. بكسر بعد الجي بتتنطق ايه؟ روج. سوليوم انا جايه من لومن او يعتبر ما هو كل ما يعتبر نوع من الانبوبه ولها قناه داخليه يسمى سوليوم. سبتسيميا سبتسيميا اللي هنا لم تطلق لم تنطق عذرا سبتسيميا، مش هقول بقى انطقوا ليه سبت سا سا، لا ما بنطقش ليه، ليه هنا بتتنبط كانها دبل اي. سيكم مش بقول ساكم، لا سي سي كم بكسر يبقى دبل اي. كل دي مصطلحات يا جماعه، انت مع التكرار ومع القراءه وانا حاطط لك النقطه اهو البرونسيشن بتاعها خلاص عشان الناس تقول ايه انا اعرفها ازاي تعرف تنطقها. هنا بقى عندي بعض الجدول اللي بعده بنتكلم فيه، لو عندي البريفكس كان اللي هو اند اللي هو ده البريفكس يا جماعه، كلمه هيم هيم ده اسمه البريفكس، ودي الاو هنا الكومبايننج فورم او فاول، بعديها الحرفين اللي هو البي تي او الجي ان، ده بيسمى اللي هو بنقول عليه يا جماعه ان البريفكس اندس ويز فاول، بعديه الروت لتر بينتهي او بيبدا بكلمه بحرف البي تي او الجي ان. في الحاله دي يا جماعه انا بنطق ايه هنا؟ هنا بتنطق البي وبيتنطق الجي. هناك لو تفتكروا في الجدول الاول قلنا لجون في الاول ما بتتنطقش لا البي ولا الجي، لكن انا جت في النص في نهايه البريفكس فتنطق، يعني هنقول هنا ايه هيما هيموبتياسيس 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 او سيوله دمويه. انا بقول برو جين زم، الجي اتنطقت، يبقى انا فرقت هنا لو جت في نهايه البريفكس. ودي ممكن اجيبها سؤال الحته دي صح وغلط، ان البي تي او الجي ان لو جه في نهايه البريفكس ينطق، لو جه في بدايه البريفكس الحرف الاول لا ينطق، الجي لا تنطق ولا البي تنطق. ماشي يا جماعه شباب كلكم معايا؟ معاك يا دكتور. انا معاك يا دكتور. معاك يا دكتور. ماشيه كويس ولا ها؟ معاك يا دكتور. تمام. برضو البعض لسه ماشيين بعض الاكسبشن بنتكلم عليها، بعض الوردز بتبقى اللي هو فيها بتنطق ممكن دي مره اتعلمها في الانجليزي بتنطق بصوره اخرى. بمعنى ايه؟ لو انا عندي مثلا بي اتش بينطق الصوت بتاعنا في النطق اف، بقول ايه؟ بقول ف فينو بلاجيا او فيرنو بلاجيا. بقول الار اتش بتتنطق ايه؟ ري. الاتش كان الاتش هي خلاص بتتنطق ار، يبقى الار اتش هي يبقى الاتش لا هي بتتنطق هي يا جماعه ار، بقول ايه؟ ري. مفيش بقى اقول ريها اللي هو حرف الايه؟ الاقي الاتش يعلى معايا، لا. السي اتش ينطق كي، ودي حاجات مرت عليها كمان في الانجليزي. كوكيلا حاجه في تركيب العين. الاكس اللي هنا بينطق زد زان زان
than thick. DYS بتنطق this. DYS ما قولش ديسفاجيا، لا بقول ديسفاجيا، يعني اللي هو التجويع او انقطاع الشهية. تجويع او انقطاع يا جماعة الشهية. الكولم الاخير ده طريقة البروناوس. انا في الجداول دي يا جماعة اللي مريت عليه بس عشان طريقة النطق انت في مجال طبي، واللي هو مصدر الاسئلة انا بس بتك عليه، فلا الحاجات دي تخلي بالنا منها وانا بذاكر. هنا يعني ان شاء الله بعض المصطلحات لازم اعرف لما اكتبها سنجولير او سنجولار وبلولر، الجمع ومفرد. لو انا نهايه الكلمه تنتهي بيو اس لما اجي اجمعها تتحول لاي، مثال نيوكليوس نيوكلياي، يبقى جمع نيوكليوس يا جماعه نيوكلياي، نواه انويه، نواه انويه. برونكيوس برونكاي، الفولاس الفولاي. خلي بالنا دي جدول ده مهم قوي، وجدول الانالايز بجيب منه اسئله، يقول لك البلورال اوف نيوكلياس، وادي لك اختيارات، العب في الاخيره دي اخليها مثلا دبل اي، اخليها اي اي، اسيبها زي ما هي وانت تختار الاجابه الصحيحه. برونكاس برونكاي يعني شعب، خلاص هنا ايه شعبه اللي جاي هنا نقول ايه قصيبه هوائيه، هنا نقول ايه قصيبات هوائيه، هنا الفولس اللي هو الجيوب الهوائيه او الحوصله الهوائيه، هنا حويصلات. الكلمات التي تنتهي بالاي اس لما تتجمع تنتهي تبقى تحول الاي تتحول لاي اس، زي اناليسيز تبقى اناليسيز، بيزس تنتهي باي اس، دايجنوزس يعني تشخيصات. بعض الكلمات اللي تنتهي بالاي اكس او الاي اكس او الاي اكس يبقى جمعها اي سي اي اس، زي ابندكس اللي هو زي ده الدوديه، لما بقول ايه ابندسيسز يعني الزوائد او الزوائد ايه الدوديه. زي ما احنا شايفين كده يا جماعه كورتكس قشره، ودي قشريات، سوركس قفص صدري اقفصه صدريه سوراسز. بعض المصطلحات الكلمات بتنتهي باليو ام لما تتجمع تتحول لايه، زي خدناها حتى في المايكرو بكتيريام تحولت لبكتيريا، اوفم بويضه بقت هنا اوفا بويضات، اليام اللي هو جزء من السمول انتستن من الامعاء الدقيقه، خلاص هنا جماعه اليا. الكلمات اللي بتنتهي بالاي جمعها يبقى بالاي اي، زي انتنا يعني هدب او زي حاجه مرتفعه على سطح كده زي الاريال بنقول عليها هدب، انتني اهداب، فيرتبرا فقره اللي هي فقرات زي موجوده في الظهر، فيرتبري فقرات. خلي بالك في الصح والغلط في الكلمات دي، اجيبها صح وغلط هون هنا ما تلخبط، وحط لك اخرها ايه واقول لك هنا ده تعتبر البلورال اوف كذا، وحطها مثلا بالسنجلر وانت تكتب صح وغلط، فخلي بالك من النهايات. نيبيولا نيبيولي، الكلمات اللي بتنتهي بال ان اكس وال اي ان اكس والواي ان اكس جامعها بتحول ل ان جي اي اس. هتتخض بس من شكل الجدول، لسه في جداول الماده دي مليانه كلمات وجداول، لذلك ارجو من حضراتكم اول باول خلي الماده قدامكم على الموبايل على الشاشه في اي مكان تبص فيها كل شويه، وكل ما تقرا فيها كل ما تبقى فاميليار، يعني يبقى الموضوع بالظبط زي كده لما بتقعد تتصفح على الفيسبوك وتخش تاخد معلومات، هتلاقي نفسك بقت الكلمه
والتداولة قدامك واضحة جدا، زي اللي بيقرأ في المصحف أو بيقرأ في الإنجيل من كتر ما بيقرأ في تلاقي الآيات اترسمت في دماغه حتى لو هو ما قصدش إن هو يحفظها. بعد كده يا جماعة لارينكس اللي هو اللي بنقول عليه إيه؟ إيه؟ الحنجرة. لارينز، لارينجس، لارينجس الحنجرات، فالينكس، فالينجيسز اللي هو نهاية بداية الفارينكس أو بداية اللي هو بنقول عليه منطقة الحلق، فالينجس، فالينجيسز. كلمات اللي تنتهي بالإم إيه جمعها تبقى متا. هنا ديسيم ديسيت دايستيما يبقى دايستيماتا، ساركوما ساركوماتا، دي مصطلحات كلها مرتبطة بالجهاز العصبي، ستيجما ستيجماتا ده الجمع. بس شباب يا مصطفى يا دكتور ايوه انا خلاص دي تعتبر يعني الجدول الاخير ده يعتبر باذن الله، والجدولين دول هم اخر المحاضره النهارده، وتاخدوا قبل ما نبدا محاضره الهيستولوجي الاول، بعد كده السلامه بعدها باذن الرحمن. تمام يا دكتور، وصلتوا حق الاشهر باذن الله. بعمل زي اعمل ديفايننج لمعنى ميديكال تيرمز. الميديكال تيرمز اللي اتفقنا ده بخلاصه الكلام عباره عن سفكس، ده الجزء الاول. وبعد كده الميدل بارت اللي احنا بنقول عليه يعتبر الروت، وبالتالي في الاخر بي اللي هو السفكس في الكلمه النهائيه. الجدول ده مثال مثلا زي ما قلنا ايه جاستر، والميدل بتاعنا كالانتر يعتبر روت، وستومك اللي هو معناه ستومك، وانتر معناه انتستين، وايتس اللي هو السفكس معناه ايه انفلاميشن. دي برضو يعني مجرد بس ده ملخص للكلام اللي احنا قلناه المره اللي فاتت اللي هو في الصفحه اللي قبليها في الجدول. هنا عندي مثلا هنا في بعض الورد فيها سفكس ار اتش، او في الحاله دي لو انا عندي سفكس بتتحول يا جماعه الترم بيتكتب يتحول، ما ينفعش ان انا اكتب ار واحده. يعني مثلا هدي مثال الروب بتاعنا هيم اللي هو الدم، واو الكومبايننج ليتر حرف الرابط، السفكس بتاعنا خلاص عشان نقول هيموريج نزيف دموي، ما ينفعش انها تتحط الاو يتحط ار واحده، لازم يحصل دبليكيشن تكرار للار تبقى دبل ار، يبقى هيموراج هيموراج، واتك في الار عشان دي دبل ار. نفس الكلام اللي هو مينو خلاص اللي جايه من الرحم، واو لو كومبايننج ليتر، وهنا مينوريا اللي هو بنقول عليه اللي هو سائل رحمي او اللي هو بينزل من الرحم، فانا اقول ايه مينوريا مينوريا، خدت بالنا حصل دبليكيشن، يبقى انا عندي كلمتين اهو مروا علينا مش هتلاقي يعني تكرارها، هم يعتبروا يمكن في المنهج دول ممكن حاجات بسيطه ثانيه، فانا وانا بذاكرهم احفظهم. هيمرج بالدبل للار عشان خاطر كومبايننج ليتر بعديها الاو، ما ينفعش النتيجه لو بعديها ار لازم تحصل دبليكيشن. نفس الاكسبشن برضو اللي هو في الورد بتاع الليتر اكس مع السفكس هنا، يقول ايه بيقول ايه بتتحول ل الاكس بتتحول ل جي او سي. هنا كوكسك جاي اللي بنقول عجزيه، منطقه الفقرات العجزيه اللي بنقول ايه كوكسك. هنا السفكس بتاعنا اللي هو نهايه الكلمه اي اي ال، يعني بقول ايه كلمه عجز والياء اللي هي بنقولها في الاخر عجزيه، يعني كده اصبحت ضدتها زي صفه انها مرتبطه بمنطقه الفقرات اللي في الديل الاخير ده، او بنقول عليها في منطقه الايه اسفل الظهر بنقول عليها ايه، فعشان خاطر تاخد السفكس كده يبقى الايل وتاخد كلمه عجزيه، ما ينفعش الكوكس الاكس تظل موجوده، بتتحول يا جماعه لايه لجي، بتتحول ليه يا جماعه لجيال كوكس جيال سوراكس اخرها اكس ايه وانا سوراكتومي، يعني فتح في القفص الصدري، يعني بعمل عمليه في القفص الصدري. فلما اقول هنا زي ما انتم شايفين كده اتحولت الاكس ليه يا جماعه لسي،
تحولات الاكس ليه لسي فول سورك تو مي يعني فتح صدر. يعني يا جماعه فتح صدر. الحاجات اللي اتكيت عليها يا جماعه قلت عليها مهمه نطلعها نلخصها، ولو حد عنده اي اسئله ابعت لي على الجروب. ينفع الناس عايزين تكتبوا اهم النقط اللي انتوا لخصتوها ليكم وزمايلكم، وانا سجلت الفيديو مجرد ما يتحول ان شاء الله هبعته على الجروب بتاع مصطلحات طبيه، ماليش دعوه بهيستولوجي. هيستولوجي تبقى حاجته عليها عشان ما حدش يتلخبط يا شباب. ماشي؟ هنبدا ان شاء الله يبقى كان لينا عمر باذن الله في الكليه. هناخد يعني ايه البريفكس، والبريفكس اللي انا بتكلم عليه ده هتبقى جداول هتحفظ، ونحاول نتك على بعض المصطلحات المكرره عندنا عشان هي كتيره شويه. ونفس الكلام في صبع كده هننتقل لحاجه اعلى. يعني مثلا بريفكس اللي بتبدا حرف الاي او الاي ان، او انا لما اجي اقول ايه الاي هنا او الاي ان حاسس اذا كان في حرف متحرك ولا لا، تعني نفي. يعني مثلا اجي اقول احط اي كلمه احط قبلها كلمه ايه، معناها ان الحاجه دي مش موجوده. زي كلمه بليجيا يعني نمو خلوي، لما اقول ابليجيا معناها ضمور في الخلايا، يبقى نوت وزاوت مش موجود. ان وانا مثلا فوق معناها تعني اب، لما تيجي البريفكس ده قبل كلمه معناها ان انا بتكلم في اب وورد. خلاص هقول هنا اقول ايه انا بليجيا، يعني في عندي نمو خلوي فوق العضو، وهكذا. ان شاء الله هنتكلم فيها برضو عشان باش اطلت عليكم وتلحقوا تاخدوا كده ريست تاني وتصلوا العشاء باذن الله. وهنتكلم على بعض الكلمات هنا. ده باذن الرحمن احنا توقفنا المحاضره دي على البدايات، مفهوم يعني ايه ميديكال ترمينولوجي، اهميته، اتكلمنا ازاي اعرف ايه هي تركيب الميديكال تيرمز، قلنا اربع اجزاء اللي هو البريفكس والروت اللي هو يعني المعنى الاساسي، والاو كومباين فاول او كومباين فورم، واللي هو السفكس في النهايه. ادينا ازاي نعمل انالايز لكلمه فيها اورجان واحد، انالايز كلمه فيها تو اورجانز او تو روتس اقصد يعني. ادينا بعض الشواذ لبعض المصطلحات في طريقه النطق، واتكلمنا على اهم النقط اللي احنا ممكن نطلعها في المذاكره بتاعتنا. اتمنى ما اكونش اطلت عليكم النهارده، وكون الحاجه بسيطه باذن الرحمن. ونتقابل السبت والحد باذن الله اللي نستكمل بقى بدايه محاضراتنا الثانيه بحيث ما نضيعش وقت باذن الله. ماشي يا جماعه؟ زي ما اتفقنا بعيد كلامي تاني، الاونلاين للضروره جدا. لكن ما واحد مثلا يقول لي اصل انا عندي ظروف، واحد لا، الضروره يعني معناها الغالبيه للكل. ماشي يا شباب؟ ان شاء الله اشوفكم بقى في المحاضره الثانيه بعد صلاه العشاء كده على 8 الا ربع. هبعت بقى كلمة عمر اللينك الثاني. ممكن البي دي اف ده يا دكتور؟ هبعته لك حاضر مصطفى، هبعته الجروب حالا دلوقتي. تمام يا دكتور. عليا يا مصطفى. أي حاجة تحتاجها ما تتأخرش عليك. ربنا يخليك يا دكتور. ماشي حبيبي. أشوفكم على خير جميعا، وتحياتي لكم جميعا. ربنا يخليك لنا. ماشي حبيبي. ماشي. السلام عليكم. ايه يا ابني الجهلة؟ بديل؟ هي بديل؟